السلام عليكم ورحمة الله. نتابع الآن في المثال الديزاين الهيت اكستشينجر. كنا توقفنا قبل انقطاع الاتصال معكم على عند النقطة ان انهينا الديزاين بتاع الهيت ترانسفير ريكويرمنت، وانتقلنا الى كيف نحسب البريشر دروب في الشيل سايد والتيوب سايد. حطينا المعادلة هاي وعرفنا الرموز اللي جاي فيها، وتوقفنا عند آخر أمر هون اللي هو للتذكير البيتا آي اللي الكوركشن فاكتور to account for friction due to sudden contraction, sudden expansion and reversal of flow direction. تذكروا الدلتا بي اللي هو pressure drop على قديش أنا بخسر يعني إنرجي داخل السيستم بسبب الفريكشن، تظهر بانخفاض في الضغط. الفان فريكشن فاكتور الماس فيلوسيتي إلى آخره، وآخر فاكتور هون كان كوركشن فاكتور فور نون ايسوثيرمال فلو. الآن نبدأ أيتم أيتم نحسبهم عشان يعني نطلع أو نحسب أو نعبي بحيث نحسب الدلتا بي في النهاية للتيوب سايد. From the design based on heat transfer requirements آخر فيلوسيتي في التيوب سايد كانت 64 سنتيمتر بير سكند. تذكر هاي المعلومات من الفورث راوند آخر الايتريشن رقم 4 في الديزاين تاعنا. وبالتالي الماس فيلوسيتي رو الدنسيتي ضرب الفيلوسيتي انسايد ذا تيوبز. الان الدنسيتي انسايد ذا تيوبز انا عندي ماء ووتر، الدنسيتي تاعته 62.4 باوند ماس لكل قدم مكعب، والفيلوسيتي اللي هي موجودة هون عندنا 64 سنتيمتر بير سكند. وبالتالي بصير الجي او الماس فيلوسيتي داخل التيوب ذس فاليو بهاي اليونتس 471900 باوند ماس بير اور بير فوت سكوير. الرينج نمبر من برضه من الديزاين تاع الثيرمال ديزاين كان 11870. هلا الفريكشن فاكتور من مودي بلوت على رينوز نمبر 12000، لانه احنا ما فينا نقرا مثل هيك دقه، هاي تقريبا هاي 12000 تاعتنا. اوكي، واسيومينج انه عندي سموث بايب بطلع الفريكشن فاكتور 0.007. هاي المودي تشارت، هاي ال 12000 تاعت رينوز نمبر تطلع لفوق هذا الكيرف التحتاني اخر كيرف من تحت، تطلع هون سموث بايب او سموث تيوبس، وبتروح شمال فبطلع عندك دبل او 7.007. الان نيجي على الفاي، اذا هاي بس فرجيناكم كيف الدبل او 7 الفريكشن فاكتور طلعت. الفاي سب اي از كوركشن فاكتور فور نون ايزوثيرمال فلو which is equal to بحسبوه من المعادلة هاي it's equal to 1.02 ضرب الريشو هذا. الآن إذا تتذكروا هذا الريشو كان جزء من المعادلة تاعت حساب ال HI، وافترضنا إنه واحد وبررنا ليش واحد، وبالتالي assuming إنه it is equal to 1 okay. فبتحطون واحد فبصفي 1.02 ضرب واحد which is equal to 1.02، فإذا ال phi sub I انعرفت عنا. طيب منكمل في ما يلزمنا من معلومات، نيجي على في ما يلزمنا من المعلومات لحساب البريشر دروب في التيوب سايد. البيتا سب اي قلنا انه كوركشن فاكتور عشان موضوع الفريكشن داخل التيوبات من حيث سادن كونتراكشن سادن اكسبانشن والريفرسال اوف فلو دايركشن اتس ايكوال تو، هي المعادله موجوده في نفس الريفرنس، واحد زائد K في D بالفاي على F في L. هلأ الـ K1 هي الشغل الوحيد اللي ما بنعرفه هون، الـ inside diameter بنعرفه، الـ inside diameter بنعرفه، فاي صايب I الآن طلعناها قبل شوية صغيرة، L عندنا 12 قدم، الـ friction factor 0.007، فصفى بس بدي أطلع هذا الرقم. الآن K sub 1 إلها معادلة، بدنا نطلع الرموز اللي فيها. اسهل واحدة فيهم هاي ان سب بي، ان سب بي عدد التيوب باسز، احنا الديزاين تاعنا احنا اخترنا انه يكون عندي 2 تيوب باسز فهي محلوله. كي سب سي لها معادله لما نطلع عليها،
و SI و SH اللي هم التعريف تاعهم. أنا هون معرف لكم شو الرموز هاي تعني. الترم الأولاني هذا الترم هيك، هذا الترم يعبر عن الفريكشن and loss due to contraction. This هاي المفروض expansion، هون في عندي هاي مش contraction expansion. Okay. الكي سب سي هي تعبر عن الكونتراكشن، وهذا الترم الاخراني اللي هو فريكشن لوس ديو تو ريفرسال اوف فلو دايركشن. نيجي على الاس اي على اس اتش. كتعريف الاس اي توتال انسايد تيوب كروس سكشنال اريا بير باس، واس سب اتش الهيدر كروس سكشنال اريا بير باس. شو المقصود بهذا الحكي؟ هذا الكروس سكشنال اريا تاع الهيت اكسشينجر، هذا البارتيشن. تتذكروا في مش حكينا انه في عندنا تو باسز، بس هذا كله خط مستقيم، بس الماوس مش عم يجي مع خط مستقيم. الان انا في عندي هون الجزء الاول العلوي، هذا الباس الاول وهذا هو الباس الثاني. هلا بير باس، اذا بدي اطلع على باس واحد، باس واحد يعني بدي اطلع على هذا او اللي فوقه. انا بدي اطلع على اللي فوق بس لان صرت مخربش على تحتاني. هلا التوتال انسايد تيوب كروس سكشن اريا، هاي انا عندي هون التيوبات بديش ارسمهم كلهم، بدي ارسم جزء منهم. اقول لكم يلا ها التوتال كروس سكشن اريا، الانسايد كروس سكشن اريا للتيوب الواحد بعدد التيوبز اللي موجودين هون. انا بعرف عدد التيوبز اللي بير باس، طلعناه بشوي صغير في الديزاين او مش قبل شوي صغير في المحاضره السابقه. كان عندي 1326 تيوب بير باس، بدي اقسم على 2، هاي عدد التيوبات، وهاي باي دي سكوير على 4 اللي هو الكروس سكشن اريا للتيوب الواحد. فبصفي اذا البسط عندي هون يمثل التوتال انسايد تيوب كروس سكشنال اريا في الباس الواحد. طيب نيجي على المقام هيدر كروس سكشنال اريا بير باس. الهيدر اللي هو الطربوش، مش هيدر يعني معنى ضغط، لا، الهيدر الاريا كاملة بس للباس الواحد. طبعا انا اشرت على التحتانية بس الاصل هي الفوقانية، بس الفوقانية والتحتانية نفس الشيء. وبالتالي شو تساوي هاي؟ تساوي باي دي سكوير على 4 تقسيم 2. هاي باي دي سكوير على 4 تقسيم 2، لانه انا عندي نصف الدائرة. والديامتر عندي الانسايد ديامتر للشيل كان 38 انش. وبالتالي بتجري الان عملية القسمة، بيطلع لنا او يعني الضرب القسمي بيطلع 0.31. اذا اس اي على اس اتش هي 0.31. زمان هاي احنا عبرنا عنها ب A2 على A1 لما كنا نتحدث عن البايبس. اذا هذا فريكشنال لوس ديو تو اكسبانشن. اوكي هون حاطه صح. نيجي للكي سب سي. كي سب سي اللي هو الفاكتور الثاني، هون الفاكتور الثاني الكي سب سي. بنرجع على التشابتر اظن 12 لما كنا نتحدث عن الفريكشن، بتتذكروا هاي الرسمه كانت موجوده في جدول. هون عندي كونتراكشن، الفلو ماشي من لارجر اريا تو سمولر اريا. هاي الاريا تاعت التيوبز وهاي الاريا تاعت الهيدر. اوكي هلا لانه نتحدث عنا عن تو باسز، فاحنا نتحدث عن الهيدر اللي هو يعني معنى اخر لو بدنا نرسم هاي الرسمه صح، هاي بتكون بهالشكل، وهاي النصف العلوي تاعنا او يكون زي نصف دائره. هون في عندنا التيوبات وهون التيوبات، بنكمل فيهم. اوكي فبالتالي في ذلك الجدول كان محطوط للمعادله لحساب الكي سب سي معادلتين، واحده اذا اي 2 على اي 1 اقل من 0.75 والثاني اكبر من 0.75. هلا احنا اي 2 على اي 1 تونا حسبناها انها 0.31، وبالتالي 0.31 اصغر من 0.75، وبالتالي هاي المعادله بدنا نطبقها. وبالتالي الان هاي 0.31 اللي حكينا عنها بنحط الان، بنعوض الارقام 0.4 ضرب 1.25 ناقص 0.31، فبطلع عندي كي سب سي 0.38. هلا نرجع للكي 1 اللي بدنا نحسبها. هذا الرقم اللي الاولاني معلوماته اللي هي هذا الرقم هون 0.31 حسبناه، K sub C اللي هي هذا الرقم. اوكي
اوريدي مطلعينه، وان حكينا انها 2 فبنعوض. فالبوينت 31 هاي اللي كانت هون هي عوضناها، عوضنا وعوضنا وعوضنا هاي الاثنين، فبطلع عندي الفاكتور كي 1 از 1.11 برضو دايمنشن ليس. نرجع للمعادلة اللي احنا يعني عم نحسب هاي الحسابات عشانها، لان هذه الكي 1 اللي تونا طلعناها 1.11 الانسايد دايامتر اللي هو 3 ارباع الانش بس نحطه بالفوت فبنقسم على 12، فاي سب اي 1.02 قبل شوي صغيره كمان طلعناها، هاي الاربعه الفريكشن فاكتور 0.007 واللينث اللي هو 12 فوت. بتسوي الحسبة هاي بيطلع لنا البيتا سب اي اللي هو الكوركشن فاكتور از ايكوال تو 1.16. طيب الان نرجع نحط المعادله اللي كل هذا الحكي حسبناه عشان نعوض فيها. هاي المعادله تاعت حساب البريشر دروب، كل الرموز اللي هون بنعرفها، بيتا اي 1.16 تونا طلعناها، الاف سب اي فريكشن فاكتور اللي هو 007، الماس فيلوسيتي في التيوب الواحد 471907، في تربيع لنا هون فوق، الهيتد لينث للتيوب الواحد احنا اخترنا 12 فوت واهملنا السماكة التيوب شيت اللي هو الجزء اللي من التيوب تكون مش محسوب حسابه بس احنا افترضنا كامل، النمبر اوف باسز 2 اوكي، المقام الجي سي از كونفرجن فاكتور ايكوال 32.17 اوكي، ضربته ب 3600 لانه بدنا هذا بير سكند سكوير واحنا بدنا يكون بير اور سكوير، هاي بير اور سكوير اضطرينا نضرب بالفاكتور هذا. ضرب وين رحنا؟ الدنسيتي للمي بهذه الوحدات، الانسايد دايامتر بوحدات الفوت، والفاي سب اي 1.02. كل شيء الان ما فيش عندي اي رموز فبنحسب بيطلع 67، هذه بيختصروها مرات بيكتبوها بي اس اف اللي هو باوند بير سكوير فوت. بدنا اياها بالبي اس اي، واحد فوت سكوير 144 انش سكوير، هاي الفوت سكوير بتقوم مع فوت سكوير فبصف عندي باوند فورس بير انش سكوير which is equal to 0.07 PSI. يعني بمعنى آخر انه البريشر دروب تقريبا نص PSI. هلا هاي نص PSI تعتبر لو دلتا بي، this will give us flexibility في الديزاين اذا حبينا نغير فيه such as increasing the number of tube passes، تختار تيوب طويل بدل قصير، بالتالي بصغر عندي الشيل ديامتر and so forth. طب خلصنا الدلتا بي في التيوب سايد، الان بدنا نحسب الدلتا بي عفوا في الشيل سايد. نستخدم برضو من نفس المرجع تاع بيترز الطبع الرابع equation 31 page 600، هاي المعادلة اوكي مذكورة عندنا هون وتعريف رموز جديدة. عندي بيتا او بي زيرو اللي هو correction factor to account for friction due to reversal in direction of flow recrossing of the tubes and variation in cross section when the flow is across unbaffled. هاي فاصلة. When the flow is across unbaffled tubes, beta or B0 بتكون 1 لأنه ما في baffles. طيب بدي أعمل pause أنا شوية هلا بس ثواني pause. طيب الآن تعريف الرموز عندنا، قلنا ال B0 نفس البيتا هذيك يعني correction factor لما يكون ما في baffles نأخذها واحد. الاف برايم it's a special it's a friction factor بس ما بنحسب زي ما حسبنا لجوه التيوبز، له حسبة ثاني معادلة ثانية بنشوفها بعد شوي. والان سب ار هي number of rows of tubes across which shell fluid flows. هلا بنعرفها بعد شوي صغيرة بتعريف أكثر لما نطلع أرقام لها. هلا for our design ال B0 okay, اللي هو number of tube crosses okay. فلاحظوا correction factor to account for friction في مكان ما كاتب
recrossing of tubes and variation كذا. الآن في مكان ما حاطط اللي هو البي زيرو تساوي النمبر of tube crosses. هلا شو المقصود بالتيوب crosses؟ أنا مش حاطط رسمي رسمها على ورا جنبي. هاي الشل طبعا هاي الطربوش تاع الشانل هيد. أوكي خلينا نقول الفلويد بدي يفوت من هون على سبيل المثال، بدي يقابلني الآن هون بافل، بافل ثاني، بافل ثالثي and so forth. بديش أرسمهم كاملات هلا. وهاي التيوبات تاعتنا إلى آخره، مش هرسم كل إشي. الآن الفلويد لما بيجي بفوت هيك بعديها بده يلف ويرجع، تمام؟ الآن كم سطر، أوكي عفوا، كم مش كم سطر، كم كروس بيعمل؟ لاحظ هون عمل كروس واحد، الآن رجع هاي كروس ثاني، هلا بده يلف الآن هذا كروس ثالث، هون كروس رابع، أوكي. وهذا يقتضي عشان أعد لي كروسز، هاي واحد، هاي اثنين، أوكي، هاي ثلاثة، هون عندي بافل رابعة. طبعا بناء على حكي عدد الكروسز، لاحظوا لو افترضنا أنه وقفنا هون والفلويد طلع مثلا من هون، أوكي خلينا أعد لي كروسز، هاي واحد، هاي اللف الثاني، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. فإذا ست لفات يعني ستة كروسز. كم بافل عندي؟ كان عندي بافل ثنتين، ثلاثة، هاي أربعة، خمسة. إذا عدد الكروسز يساوي number of baffles زائد واحد. فالسؤال بطرح نفسه، طب أنا كم بافل عندي؟ هلا كم بافل عندي؟ أنا عندي طول الاكسينجر من هون لهون 12 قدم، اللي هو طول التيوبات. الآن احنا اخترنا البافل سبيسينج، اخترناه 16، المفروض هذا حطه 19 بس بديش اصحح الارقام تاعتي، هذا خليه مشوا لنا اياها انها 16 وبزبط 16 على فكره، بس بدنا نشوف هل هي اللي استخدمناها في الحسابات ولا لا. 16 انش تقسيم 12 بيطلع فوت ناقص واحد، اوكي، لأن الطول الكلي يكون فيه 12 على المسافة البينية ناقص واحد، وبدي أزيد واحد، فالواحد هذا بكنسل واحد، معنى آخر عدد البافلز عندي لما بقسم هذا الرقم على هذا الرقم بطلع عندي 9. فالنمبر of tube crosses، عدد الكروسز 9. خلصنا من هذا، استعنا 1 2 3 4. طبعا density of the fluid outside the shell outside the tube بنعرفها، الماس فيلوسيتي بنعرفها كمان من الديزاين تاع الثيرمال ديزاين، الجي سي كونفرجن فاكتور معروف، طال عندي بس بدي الاف الفريكشن فاكتور والان سب ار. هلا نيجي في الان سب ار، انا الان سب ار نمبر اوف روز اوف تيوبس اكروس ويتش شيل فلويد فلوز. شو يعني؟ نرجع على الفلويد اللي فات عندنا هون، كم سطر من التيوبس الفلويد اللي في الشيل عبر، ات كروست كم سطر. هلا ات كروست، خلينا ناخذ بالنص، هاي البافل عندي هون، اوكي، عمل كروس على التيوبات اللي ما بين الكت هاي والكت هاي، يعني التيوبات خلينا نمسحها تعقدت كثير، اوكي هاي الشيل تاعتنا، طربوش، هاي طربوش، وهاي بافل، وهاي بافل ثاني، وهاي بافل ثالثي، اوكي. الان تخيل انه في تيوبات، الى اخره. هذا الفلويد لما عمل كروسينج بهذا الاتجاه، لازم استخدم لون ثاني مش مشكله، طبعا هون بلف، فالتيوبات اللي تحت هون ما بدنا نحسبها، وهون كمان جاي لافف من هون، جاي لافف، فبالتالي كمان التيوبات اللي في هذا الزون ما بدنا نحسبهم. فبصير كم سطر من التيوبس موجود عندي هون، كم سطر، اوكي، عدد الاسطر هاي
يساوي كم سطر تيوب كل عدد الأسطر الكلية اللي عندي. كيف عدد الأسطر الكلية؟ اي تيوب اوكي وهكذا. الآن حسب الرسمة تاعتي الآن رسمتها، أنا عندي 1 2 3 4 5 أسطر. اوكي بيروح منهم جزء وجزء اللي هم المجموعة هاي اللي هون والمجموعة هاي اللي هون، حسب الآن الكت تاع البافل. فإحنا إذا أخذنا 25% كت بافل، 25 كت من فوق، 25% كت تحت، يعني 50%. فإذا بدي أخذ 50% من عدد التيوبات اللي على الكروس سكش، عفوا على القطر تاع الإكستشينجر. فإذا كم سطر من التيوبز عندي؟ أوكي له علاقة بال center to center distance between adjacent tubes، يعني هاي المسافة زائد المسافة هاي زائد المسافة هاي، يعني كل مسافة تمثل سطر. معنى آخر البيتش. فإذا أنا جبت الشيل ID وقسمته على البيتش، أوكي وقسمته على البيتش، بطلع عندي تقريبا عدد الأسطر تاعت ال، خلينا نروح عليها الآن مباشرة برجع أحي. أوكي إذن the number of rows of tubes across which shell fluid flows هو shell ID تقسيم البيتش تقسيم 2. فإذن هاي الشيل ID هاي الرسمة كان موجودة عندي هون كذا. فبطلع عندي 38 inch اللي هو القطر تاع الشيل تقسيم البيتش تقسيم 2. ليش 2؟ أنا عندي 25% كت هون، عندي 25% كت هون. أوكي فبطلع عندي 20 رو اللي هم ال 20 رو يمثلوا التيوبات اللي بالزون اللي ما بين هون ما بين هون. طبعا بالرسم هاي فيش اللي عندي ثلاثي، بس احنا عندنا حيكون فينا 20 سطر 20 رو. طيب خلصنا من N سبعة. شو ضل عندي بالمعادلة؟ N سبعة طلعناها، ضل عندي الفريكشن فاكتور. الفريكشن فاكتور إله معادلة بي زيرو سمول بي زيرو ضرب رينولدز نمبر، هذا اللي بين قوسين هذا هو رينولدز نمبر. رينولدز نمبر إحنا بنعرفه من الديزاين تاعنا 17,370 لآخر ايتريشن. والبي سب زيرو إله معادلة اللي أمامنا هون، الحمد لله فيش فيها إلا one variable اللي هو ال F عفوا X sub T. X sub T هو ratio of pitch transverse to flow to tube diameter، يعني هو عبارة عن كسر ما بين ال pitch وما بين ال flow عفوا ال pitch وال tube diameter. نوع أنه pitch فيهم اللي هو transverse to flow، لو بالنسبة لنا 0.938 اللي 15-16 من إنش تقسيم التيوب ديامتر 0.75 إنش بطلع عندي 1.25. فإذا البي سب زيرو انعرفت كلياتها، بنعوض الأرقام فبطلع عندي بي سب زيرو تساوي الرقم هذا. الآن هذا الرقم بده يجي هون، رينز نمبر بنعرفه، فإذا نحسب الآن الفريكشن فاكتور فبطلع يساوي 0.1669 كفريكشن فاكتور. الآن لاحظ أنا حطيت المعادلة هون فوق بالزاوية عشان نتذكر شو البارامترز اللي بيلزمون. الآن كل شيء بدنا إياه يعني بنعرفه، بس بدنا نجيب الماس فيلوسيتي والدنسيتي. الماس فيلوسيتي اللي هو الدنسيتي ضرب الـ ضرب الفيلوسيتي. الدنسيتي للميثانول لأنه هو اللي في الشيل سايد تساوي 46.8 باوند ماس لكل قدم مكعب. الفيلوسيتي في الشيل سايد تساوي 42 سنتيمتر بير سكند. تجري التحويلات تاعت اليونتس هون هاي النقاط، معناها في عندي مجموعة تحويلات لليونتس، فبطلع عندي الجي سب اس تساوي الرقم هذا. الرو للميثانول هو 0.75 جرام لكل سنتيمتر مكعب اللي هي الدنسيتي، which is equal to 46.8 pound mass لكل قدم مكعب. الجي سي conversion factor which is equal to this number with these units. Now apply the numbers into المعادلة اللي أمامنا و let's do the application. هاي المعادلة محطوطة عندي في الزاوية فوق على اليمين.
البي 0 تساوي 9 هاي التنين الفريكشن فاكتور حسب الحسابات تاعتنا 0.1669 ان سب ار طلعناها 20 الجي سب اس اللي هو 232267 وهاي السكوير تاعها الجي سي 32.17 3600 تحويلة اور سكوير تو سكندز او سكندز سكوير تو اورز سكوير والرو اللي هو 46.8 الوحدات هون متجانسة لما بتجري عملية الضرب بيطلع عندي 166 والوحدات بي اس اف للتذكير بي اس اف اللي هي يعني باوند فورس لكل قدم مربع ما بنحب نشتغل هيك احنا بنحب نشتغل في البي اس اي نضربها في 144 بيطلع 1.15 بي اس اي اوكي بصير السؤال هل هذا مقبول ولا مش مقبول بنشيك الاكسبتبل دلتا بيز واحد بي اس اي ما عندنا مشكله فيها اخر ايتم عندنا في الاكزامبل اللي هو موضوع الكوست احنا عندنا فيكست تيوب فيكست تيوب شيل اند تيوب هيت اكسشينجر الداتا تاعت الديزاين امامنا الان هون اللي هو 3/4 الانش او دي 3051 فوت سكوير البيتش 0.938 انش تراينجولر تيوب 12 فوت ماتيريال كونستراكشن الشيل كربون ستيل والتيوبات كوبر ونيكل الالوي الان في عندنا تشارت او فيجر في الكتاب تاعنا بيعطيني الفيكست تيوب شيت اللي هي الهيت اكسشينجرز تاعتنا على هيها اذا بنطلع فوق هون عندي الاريا تاعتنا اللي 3051 فوت سكوير ليش عم بطلع الاكسس الفوقاني لانه الاكسس الفوقاني بالفوت سكوير بنروح على الكربون ستيل تيوبز وبناخذ السعر بيطلع 25000 دولار الان هذا 25000 بحاجه الى كوركشنز اول كوركشن لاحظوا عندنا اللينث اللي في الـ في الفيجر هذا اللينث ل 16 فوت واحنا استخدمنا 12 فبدنا تصحيح على موضوع اللينث تاع التيوبات وبدنا تصحيح انه هون كاربون ستيل تيوبز واحنا التيوبات تاعتنا كوبر ونيكل الويز الديامتر ما عندنا مشكله فيه لانه 3 ارباع الانش صحيح هون اخذ 1 انش سكوير بيتش واحنا عندنا 0.938 انش تراينجولر بس بياثرش كثير على السعر هذا طيب كوست 25000 هاويفر وي تو كوركت فور ذا لينث حكينا عن اللينث هذا الكوركشن تاع اللينث اوكي اذا كان عندي 12 فوت الكوركشن ضرب 1.1 مقارنه بال16 اللي هي من الفيجر بالفيجر بنستخدم ال16 على 16 الفاكتور 1 فبدي اضرب في 1.1 تقسيم 1 اوكي فالكوركشن فاكتور 1.1 تقسيم 1 اللي هي بتطلع 1.1 فبتضرب الان السعر 25000 ضرب 1.1 بيطلع 27500 الان عملنا الكوركشن بناء على الكوركشن للتيوب لينث ضل عندي الان الكوركشن على الماتيريال اوف كونستراكشن ام او سي يعني ماتيريال اوف كونستراكشن هلا هذا جدول برضه من الكتاب تاعنا معطيني ريليتيف كوست اوف هيت اكسشينجر تيوبز او تيوبينج اند هيت اكسشينجرز ل 150 متر مربع بإمكاننا نعمل القياس لأنه فاليد لاحظوا عندنا الكوبر ونيكل ألويز 70-30 اللي هو تاعنا موجود بس في نوعين في سيمليس وفي ويلدد السيمليس للضغط العالي الويلدد للضغط المنخفض هاي الكوركشن فاكتور إذا سيمليس بنضرب باثنين للتيوبات وإذا ويلدد بنضرب في 1.8 أنا اخترته أنه يكون سيمليس لأنه يعني مش هالفرق الكبير بس الأصل هي لها علاقة في الضغط بس هو مش معطيني شو الضغط تاع هذا وهذا فبالتالي اخترت 2 وبالتالي الآن الكوركشن فاكتور is 2 والآن الهنس الأجستد كوست accounting for material construction 27000 اللي كانت معانا هون طبعا 27000 already corrected للتيوب لينث وضرب 2 فبطلع 55000 دولار هاي سعر الاكسشينجر وهكذا بكون انتهى هذا الاكزامبل وهيك بنكون انهينا هذا الكورس الحمد لله على السلامة بعمل ان شاء الله معكم لقاء الاسئلة حنزل هذا الفيديو الان لكم وبإمكانكم تشاهدوه ويوم الخميس في موعد المحاضرة بكون عندنا open session اذا حدا عنده اي استفسار اي سؤال بتكون اخر محاضرة لنا
في هذا الفصل الدراسي. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، كل عام نراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. بس من الموقف هذا